كثيرا ما نسمع بينهم كيمستري، خصوصا باللهجة المصرية الجميلة، وتناقلت هذه اللهجة بين العرب كثيرا. اليوم حديثي إليكم عن كيميائية الحب. هل للحب كيمياء؟ بعض الناس حينما أقول كيميائية الحب يظن ما تسمى بالكيمستري بين الاثنين، ده الذي أعنيه مواد كيميائية. أثبتت الأبحاث العلمية أن 5 مواد كيميائية: المادة الأولى مادة النور أبينفرين، والمادة الثانية مادة الأوكسيتيسن، والمادة الثالثة هي الفينايثايل أمين، والمادة الرابعة هي مادة كيميائية أيضا ضمن المواد التي هي من ضمن النواقل العصبية في الدماغ، وهي مادة الدوبامين، والمادة الخامسة هي نوع من الإندورفينز. هذه المواد الكيميائية 5 مسؤولة عن ماذا؟ مسؤولة عن درجة الانبساط التي يشعر بها الإنسان، ومسؤولة عن بث روح الأمان في الإنسان، ومسؤولة عن بث روح السلام عند ذلك الإنسان. إذن الشعور الذي يشعر به الإنسان في هذه الثلاثية من الأمان والراحة والسلام مسؤولة عنها هذه المواد. تفترض الأبحاث أن الإنسان كلما ارتفعت درجة الحب عنده كلما ارتفعت درجة هذه المواد الكيميائية. هناك فرضية، أنا وضعت هذه الفرضية للتأمل أطرحها لكم. حينما نقرأ في الشعر ويأتي أولئك الشعراء وإذا بهم يتعذبون من الهجر، ثم حينما يأتي الوصل وفيه تلك الراحة العظيمة مرافقة بدرجة عليا من النشوة، ما التفسير لذلك؟ التفسير الظاهري هو عودة الحبيب إلينا، لكن عندي تفسير كيميائي نفسي. ما الذي يحدث؟ حينما يكون الحب في أوجه تكون الكيميائيات هذه 5 التي تكلمنا عنها تعمل بدرجة كبيرة على المستقبلات الحسية في الدماغ البشري، وحينما يحدث الهجر أو عدم الوصل بين المحبين، وحينما أتكلم هنا أتكلم عن الحب ببعده النفسي، ما الذي يحدث؟ تسقط أو يتدنى مستوى تلك المواد الكيميائية، فالمستقبلات الحسية تشعر بجوع وعطش شديد لتلك المواد الكيميائية، يتعب ذلك الحبيب، يتأذى ذلك الحبيب. ما الذي يحدث حينما يحدث الوصل مرة ثانية؟ درجة من النشوة العالية تحدث. ما الذي يحدث؟ إشباع لتلك المستقبلات الحسية الموجودة في الدماغ. إذن الحالة التي تحدث في الحب هي نفس إدمان التي تحدث للمخدرات، حينما يدمن على مخدر أو على التدخين أو غيره ثم ينفك عنه فجأة، يأتي الجوع والعطش من المستقبلات الحسية لتلك المواد الإدمانية، يتوتر الإنسان بسبب المستقبلات الحسية، لكن لو انقطع المادة الإدمانية تتكيف تلك المستقبلات تدريجياً. كذلك الإنسان لو انقطع الحبيب عنه فإنه تدريجيا يتكيف مع وضعه الجديد. لما لا يتكيف بعض الناس؟ لأنه مع انقطاع الحبيب يتذكره أكثر وأكثر، فيزيد من عطش المستقبلات الحسية عنده، وهذا هو الخطأ في إدارة الانفعالات والمشاعر في علاقة الحب. الإنسان العاقل حينما يدرك هذا يستطيع أن يفسر تلك اللوعة بالوصل أو بالهجر ثم الوصل ثانية عند الشعراء، وذلك الشعور الغريب. ولذلك أعجبني قول ذلك الشاعر: وش جمع حلو على مر سوى، يتكلم عن الحب، كيف يجتمع حلاوة ومرارة في آن واحد. فأقول له هذا هو التفسير الكيميائي للحب. وش جمع حلو على مر سوى، هي حالات الحب الكاس المرير. فأقول له كيميائيات 5، لو أدركناها وأحسننا التعامل معها لاستطعنا أن نخرج من حالة الحب التوتري إلى حالة الحب الآمن المطمئن. وحدها الكيمياء تعيد المحب إلى طفولته دفعة واحدة، فيغدو أمام حبيبه طفلا يرغب في اقترابه أكثر فأكثر.
ممن يحبه، يتصبب عرقا ويرتجف كورقة جافة تتساقط كأوراق الخريف. ووحدها الكيمياء تنسل بعد أعوام ثلاثة، فيفتر الإحساس ويعتاد المرء اقترابه ممن أحب، إلا إذا تعهد ذلك الحب بالتغيير والتجديد. كم يبدو العلم قاسيا ومجحفا في حق الحب، غير أنها حقيقة. يقول إفلاطون: الفرد ليس سوى نصف شخص يقضي العمر يبحث عن نصفه الضائع، فإذا وجده اكتمل، وإن وجد نصفا آخر لا يشاكله ظل طوال حياته معذبا. يقول الشاعر حسان بن أسحاق: بقلبي بلاء لست أحسن وصفه، على أنه ما كان فهو شديد، تمر به الأيام تسحب ذيلها، فتبلى به الأيام وهو جديد. سؤال يطرح نفسه: من الأسرع تعافيا من حالة الحب؟ حينما تحدث حالة حب ثم يفقد أحد الحبيبين بوفاة أو غيره، من أسرع تعافيا؟ هل هي المرأة أم أنه الرجل؟ يظن بعض الناس أن الرجل أسرع تعافيا من حالة الحب، وأقول العلم رحم بيننا. الأبحاث العلمية أشارت أن المرأة أسرع تعافيا من حالة الحب، يعني لو أن امرأة فقدت زوجا تحبه فإنها بعد فقدان هذا الرجل هي أسرع تعافيا من حالة العذاب والألم تلك المرأة. أما الرجل لو فقد امرأة يحبها فإنه أبطأ تعافيا من المرأة. وأنا أقول تفسير ذلك ليس أن الرجل أكثر وفاء من المرأة، بل لأن المرأة أكثر مسؤولية من الرجل، فلعل الله سبحانه وتعالى ييسر لها التعافي السريع حتى تقدر أن تعطي دورها أكثر لأبنائها الذين يحتاجون إلى امرأة أقوى، وليست امرأة تعيش معاناة من فقدان ذلك الإنسان. لعل بعض الناس يظن أن ذلك أقل وفاء من المرأة، فأقول لا، إنها تقسيمات ربانية لا ندركها إلا إذا نظرنا إلى النظرة الشمولية. من أكثر بنية أسرية؟ هل هي المرأة أم الرجل؟ في نظرتي أن المرأة أكثر بنية أسرية، قيمة الأسرة عند المرأة أعلى من الرجل، ولذلك المرأة أكثر إصراراً على المحافظة على الأسرة أكثر من الرجل، ولذلك عندها العاطفية التي هي مطلب لرعاية الأبناء، لكن عندها الحاجة للمحافظة على الأسرة أعلى من الرجل، فهي تتقلب بين العاطفية التي ربما تجعلها تضحي بالحياة الزوجية حينما تغضب، وبين حاجتها إلى الأسرة التي تجعلها تحافظ على الحياة الزوجية. الرجل ربما أقل عاطفية تماما من المرأة، فيحافظ على استقرار الأسرة، لكنه أقل بنية أسرية، فيكون أقل محافظة على الأسرة. إدراك الرجل والمرأة لهذا الاختلاف يجعله حينما تتحرك عاطفية المرأة التي تضحي بالأسرة حينما تغضب ربما أحيانا، وأقول أحيانا وأقول بعض النساء، تحرك عنده ماذا؟ البعد العقلاني الذي يحافظ على الأسرة. ويجب على المرأة حينما النقص الأسري أو الأهمية الأسرة عند الرجل تتحرك بتقصير أو سواه عند ذلك الرجل، ما الذي يجب على المرأة أن يتحرك؟ الاهتمام الأسري وليس البعد العاطفي. أرى الرجل والمرأة كصيادين في قارب صغير، وله مجدافين كل يجدف من طريقه،
أو من طرف في ذلك القارب. لو جدف الرجل بطريقة معينة والمرأة بطريقة مختلفة لربما انحرف ذلك القارب عن مساره. ولذا كان لزاما على ماذا؟ أن أدرك كيف يجدف رفيقي في هذه الحياة وأعلمه كيف أجدف أنا، ثم أيضا هو عليه أن يعرف كيف أجدف وأن يعلمني طريقة تجديف. أنا لا أدري، لا أفهم، لا أعرف، تلك قضية أنا لا أعرف، لما أتربى معه، لا أدرك نفسية، لست طبيبا نفسيا، لست عالم نفس أنا أيها الإنسان، أنا مهندس أو ربما عالم شرع أو ربما ربة منزل أو غيره أو غيره، ليس تخصصي فهم نفسيات البشر. هل يجب علينا كلنا أن نفهم نفوس البشر؟ أقول ليس بالضرورة، لكن أبجديات في فهم النفس البشرية تعطيني حياة مستقرة، تعطيني راحة كبيرة، تجعلني أستطيع أن أنطلق في هذه الحياة. الحياة مليئة بالمعاناة والتعب والكبد، ولقد خلقنا الإنسان في كبد. أنت الذي تستطيع أن تجعل الحياة الزوجية حياة مليئة بالمعاناة، وأنت الذي تستطيع أن تجعل الحياة الزوجية المليئة بالمعاناة حياة سعيدة. أنا أقرر كيف أستقبل الحياة، ليست الحياة تفرض علي كيف أفكر. كما أختار ما الذي أراه وأختار ما الذي أسمعه، أختار ما الذي أشعر به. أنا حينما أنظر هنا أرى الذي أمامي، وحينما أنظر هنا أنظر الذي على شمالي، وحينما أرى هنا أنظر الذي على يميني، وحينما أرخي صوتي إلى السماء أسمع صوت الطائرة أو ربما تلك الحيوانات التي تأتي أصواتها من بعيد في هذه الطبيعة الجميلة. إذن أنا الذي أختار ما أرى، أنا الذي أختار ما أسمع، وكذلك أنا الذي أختار ما أشعر حينما أتعلم وأتعود على هذه الطريقة في اختيار المشاعر التي تناسبني. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحاً دار عبلة واسلمي. فلقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي. فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. لا تقولي للرجل أنه ليس أجمل الرجال، لكنك تحبينه رغم ذلك. المنطق والعقل أن تخبريه بأنه الأروع من بينهم بالنسبة لك، ولهذا استحق أن يكون سيدا على قلبك. في الأولى روح الشفقة، وفي الثانية روح الحب. الرجل ينفر من الشفقة لكنه يستمتع بالحب، وروعة الحب عنده أن يكون الأروع في عين أنثى. إذا لا حياة إلا أن نفهم علم الحب، لا أن نفهم مشاعر الحب. إشكالية أغلب الناس انشغل بمشاعر الحب وبشعور ذلك الحب، ولذلك الشعراء ما الذي حيرهم؟ حيرهم ذلك الحب لم يفهموه، وكل شاعر تشكل بطريقته حينما ينظر إلى الحب. ابن دوقلة المنبجي حينما تكلم عن الحب ماذا قال؟ وأمطرت لؤلؤاً من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. إذا ما مقيس ابن دوقلة إن صح نسبة ذلك البيت له، لأن فاروق جوده ذكر أحلى أو أجمل 20 قصيدة في الحب، وذكر هذه القصيدة وأسماها باليتيمة، ربما كانت له أو لسواه، لأن كثيرين قد تنافسوا على جمالها. وإن كنت أنا أشك في ماذا في جمالها من ناحية البعد التعبيري للحب، أما في الصياغة الشعرية فما أجملها.
تأتي إلى غيرهم حينما تكلموا عن الحب، تنوعوا، ما الكيمياء التي تشتغل؟ ونحن نتكلم عن الكيمياء في نفس ذلك الإنسان، ما أحاسيسه تشكل نوع الحب الذي يختاره، تشكل نوع التعبير الذي يختاره، تشكل الصدى عند ذلك المحبوب فيطرب أو ربما يتضايق ذلك الإنسان. تفسر لنا لماذا فتاة مميزة تتعلق بشاب ربما لا يملك من المزايا شيء، عملها عمل كما نقول بلهجتنا العربية الجميلة، لم يعمل عملا لكن جرسا وافق جرسا من أجراس الحب التي ذكرناها وسنذكر كثيرا منها في الحلقات القادمة. لربما مادة كيميائية تغيرت، تلك المادة أثرت وجعلت ذلك الإنسان يتشكل بشكل أو بآخر. إذا كان لزاما علينا أن نفهم الحب ومدارسه، ولو كان لي من الأمر شيء لقررت ذلك في المدارس الثانوية. ماذا؟ أتعلم بناتنا وأبناءنا الحب؟ إن لم يتعلم أبناؤنا وبناتنا ما هو الحب الصحيح، فإن أمامهم طريقتين. الطريقة الأولى يشكل معنى الحب من عقولهم، وربما بل في أكثر الأحيان يخطئون. والطريقة الثانية لربما لجأوا إلى مصادر غير آمنة في تعريف الحب وحياة الحب، حينما تغيب المصادر الآمنة في توفير المعلومة الآمنة، يتصدر غير المختصين، يتصدر غير العقلاء، يتصدر الانفعاليون، يتصدر ربما الضالون، يتصدر حتى متى لا نقدر الحب؟ تقدير الحب ليس آهات نعيشها مع محبوب نحبه، تقدير الحب أن نعرف أبجدياته، نعرف أنواع الحب، وسأخصص حلقة بهذا. نعرف مراحل الحب التي تبدأ بالتعلق ثم الاستكشاف ثم التكيف. نعرف ماذا؟ ما هي كيميائيات الحب؟ مواد كيميائية أخبرتكم عنها. أعرف هذه المواد، فإذا دق جرس قلبي وحكاه عقلي من يرضخ للآخر؟ هل قلب ينساق إلى رؤية عقلية؟ أم عقل ينساق إلى آهات قلبية تنطلق بي أنا أيها الإنسان؟ الحب علم ومشروع يتم بناؤه وليس آهات نحياها. في نظري أن من لم يحيا الحب حقيقة الحياة سيظل بقية حياته إما باحثا عن الحب أو محاربا له. لماذا يحارب بعض الناس الحب؟ يحاربونه لأنهم يجهلونه، يحاربونه لأنهم لم يدركوا كنها. من أدرك جمال الحب احترمه وقدره لأنه يقدر نفسه، ولم يدرك جمال الحب ربما سلم رقبته فأصبح كالعبد أو الأمة لذلك الحب. لا جمال للوعة الحب، لأن اللوعة هي جزء من حالة إدمان أدمن على ذلك الحب فلم يستمتع به. حالة الاستمتاع تتشكل أن أتناوب مع الحبيب في تبادل العطاء والأخذ. الحب يتشكل حينما يكون في بدايته عطاء وأخذ، لكن حينما يرتقي الحب يكون في نظري عطاء وعطاء. كيف أعطي ولا آخذ؟ إذا اخترت حبيبا راقيا إياك أن تأخذ منه، لأن الحبيب الراقي حياته عطاء وعطاء. فكن راقيا كرقيه وعش العطاء والعطاء، فيلتقي الماء على أمر الله.